مرحبا بكم في عرض الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن السعودي للموسم 2022-2023. قبل الدخول في فترة التوقف لكأس العالم 2022، نستعرض معكم ملخص أحداث الجولة الثامنة. خارج المستطيل الأخضر، نتوقف مع عالم وسائل التواصل الاجتماعي السريع في فقرة بعيدا عن الدوري. وفي لغة الأرقام، يستمر البحث عن تحقيق الانتصارات. سنكون مع اثنين من أبرز المتنافسين على اللقب في لقاء تحقيق الانتصار في الجولة التاسعة. لا يزال الشباب في صدارة جدول الترتيب بلا هزيمة، إلا أن الفريق فقد نقطتين لأول مرة هذا الموسم في المباراة الأخيرة، لذا فقد تعين عليه الاستعداد بشكل خاص لتأمين النقاط الثلاث أمام الخليج. شباب بداية موسم رائعة، أقوى خط هجوم برصيد 16 هدف، أقوى خط دفاع مع الاتحاد في شباك مرة هدفين. كرة حلوة 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 يا شباب، بداية جميلة يا جونيور. بلغة الأرقام شباب سيصطع في هذا الموسم. كرة عرضية داخل منطقة رأسية خطيرة، ولكنها تبعد أيضا من حارس المرمى. كرة عرضية بالرأس حلوة وفرصة، يا إلهي مانيكا على جهة اليمين. سكور سكور، تمريرة حلوة 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 حلوة. جوانكا جوانكا، كرة الله وابتدايتان على جهة اليسار خطيرة مع بوبينزا، تمريرة وفرصة إلى فادي مولد داخل منطقة الجزاء لبوبينزا. الله الله يا بوبينزا. لمساعة الشباب هجمة، لكن فيها تغطية، عبدو حصلها، عبدو تغطية ركلة الجزاء لتنفيذها. هل يحصل الشباب على الرابع؟ احمد عبدو حطها في القائم، باص من احمد عبدو. العابد بلمسه باتجاه هتان، البدلاء، الكره العرضيه حلوه. اللمسه الحلوه لهتان، وهتان في منتهى الروعه ايضا، في منتهى الجماعيه كانت لاحمد عبدو. ليلة شبابية غير عادية في الملز، قدموا فيها شباب يستاهل كل شيء في مباراة اليوم. الشباب 4 أهداف، خليج لا شيء. يسعى الاتحاد صاحب المركز الثالث لتحقيق العلامة الكاملة من النقاط عندما يستضيف فريق الوحدة أحد الفرق الصاعدة حديثاً. يتمتع الفريق المضيف بدعم الأنصار القوي على أرضية ملعبه، بينما يعمل الفريق الزائر بإحساس الجماعة. حامد يمرر، هيلدر كوستا يتقدم إلى الأمام، خطير جدا وفرصة وكرة وكرة تضيع. راحت من جديد والتدخل. شوط المباراة الأول، عبد الرحمن العبود، كرة عرضية ومحاولة بالرأس وفرصة. أوه. روما خطف كرة لمارينيو وانطلق روما يمرر كرة اتحادية خطيرة وكرة. أوه. ضربة زاوية تلعب وراسية وكرة وكرة في المرمى، هدف اتحادي أول. الحاجز حجازي يسجل.
سلمو فرصة وخطيرة وكرة أمام كروي. كونفت عالي 1-0 براسية حجازي مقابل الأشيل الوحدة. مبروك الاتحاد وعشاقه. أهداف، تصديات وتدخلات، في الإحصائيات دائما ما تكون اللغة بالأرقام. تشهد الجولة 9 مواجهة بين متنافسين على اللقب في الرياض حين يلتقي الشباب بالاتحاد. التقى الفريقان في 28 مواجهة في دوري المحترفين، حيث فاز فريق العاصمة في 9 مباريات، حين فاز عمالقة جدة في 11 مباراة. يحاول يلعب كرة عرضية، الله! أبرز الليث أنيابه أمام المرمى هذا الموسم، حيث يمتاز الفريق بهجوم شرس، سجل 20 هدفا حتى الآن. لكن فرقة النمور تكمن في الانتظار مع تنظيم نونو سانتو لأقوى دفاع، حيث خرج الفريق بشباك نظيفة 5 مرات متتالية. مباراة يتوقع لها أن تكون متقاربة جدا في المستوى، كونها تجمع 2 من أبرز المتنافسين. هذا كل ما لدينا في فقرة لغة الأرقام لهذا الأسبوع. ننتقل الآن لاستعراض أبرز أحداث الجولة. دخلت جماهير فريق العدالة المباراة وهي تحمل أعلام تمثل جنسيات لاعبي الفريق، وكان الجميع في حالة إيجابية قبل ملاقاة ضمك، حيث فاز الفريق في مباراته الأخيرة على أرضية ملعبه. قابل ذلك ردة فعل من اللاعبين عبر تسديدة لينيس التي أبعدها الحارس مصطفى زغبة لتكون بداية مشجعة، لكنها أيقظت معها ضمك ليعود إلى أجواء المباراة. وعندما تدخل دفاع العدالة لإيقاف مراوغة برونو، وصلت الكرة إلى أحمد الزين الذي أرسلها العربي هلال سوداني ليضعها في شباك محرزا هدفه الثالث في 3 مباريات. بعد الاستراحة استمات لاعبي العدالة من أجل إحراز هدف التعادل، وكان الكولومبي لينيس هو أخطر عناصر الفريق، وقد سدد كرة ابتعدت عن متناول زغبة والقائم. بعد 5 دقائق فقط وبدلا من إحراز هدف التعادل، أصبح الفريق متأخرا بهدفين، حيث أحرز نونو الهدف ليقترب ضمك من تحقيق فوزه الأول خارج أرضه منذ الجولة الأولى. ما لم يتمكن المضيف من العودة للمباراة عندما وجد الأرجنتيني لوتارو نفسه وجها لوجه مع زغبة، إلا أن الحارس تصدى لمحاولته، لتنتهي المباراة بالهزيمة 6 لفريق العدالة في الموسم، فيما تتواصل انطلاقة ضمك القوية. سجل الباطن هدفه الأول وحصل على أول نقطة له هذا الموسم في آخر مباراة له على أرضه، لذلك يمكن أن يتحلى الفريق بثقة أكبر عندما يستقبل أبها. بدء المباراة بشيء من الحيوية، سدد يوسف فواز كرة ارتدت من العارضة، قابلها يوسف المزريب بحركة رشيقة مرت كرته عاليا، رد أبها بطريقة حاسمة، وجد صالح العمري فرصة التسديد ليفتتح النتيجة بهدف دون رد للفريق الزائر، وهو الهدف الثاني للعمري في الموسم. ساهم اللاعب للمرة الثانية بعد الاستراحة، حيث تمت عرقلته من جانب لاعب الباطن عثمان عوض على مشارف المنطقة، وعلى إثر هذا التدخل منح اللاعب البطاقة الحمراء، وأشار الحكم إلى ركلة مباشرة. ومع خروج اللاعب عوض تقدم سعد بقير لتنفيذ الركلة وسددها بالشباك بكل ثقة ليضع أبها في موقف جيد. أما الهدف الثالث لأبها فقد كان الأروع، لقد كان مذهلا، حيث توغل اللاعب عبد الفتاح آدم ومر من الحارس، بدأت السعادة على اللاعب. كانت الفرصة الأخيرة للباطن، عرقل فهد الجماعة اللاعب المزاريب داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، ليحرز منها ركان الشملان هدفا لفريق الباطن، مقلصا به الفريق للفريق الذي يتذيل جدول الترتيب. حقق أبها الفوز الثاني على التوالي وكلاهما خارج ملعبه، وبنتيجة 3 أهداف لهدف.
واجه الفتح صاحب المركز التاسع فريق الرائد صاحب المركز العاشر. يمر المدربين بتجربة، وهي أنه ليس الموسم الأسهل لأي منهما، لكن كانت رسالة الجماهير من المدرجات لا نخشى أحد. وأظهر الفتح نواياه الهجومية من انطلاقة المباراة، سجل فراس البريكان أجمل الأهداف، لكن الاحتفال دائما فني. ولم تنقص الفريق الزائر المهارة، حيث أظهر يحيى سنبل تحكما فائق، لكن تسديدته غيرت مسارها بعد اصطدامها بتوفيق محمد. ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 24 عام ينتظر افتتاح رصيده التهديفي في الموسم، لكن لا يجب ترك اللاعب دون رقابة في هذه المواجهة. تمت عرقلة سنبل من جانب محمد، وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو أشهر البطاقة الحمراء. كان لدى الفتح المنقوص 45 دقيقة للحفاظ على تقدمه، وحاول فرانسيسكو فيليز على القيام بذلك، لكن يده لامست الكرة، وبعد لجوء الحكم لتقنية الفار مرة أخرى منح ركلة جزاء تقدم لتنفيذها ألكسندرو متريتش من علامة الجزاء، لكن جايكو برين تصدى لها، ليبدو الحزن على الروماني مع الفرحة للسويدي. وحاول الرائد مرارا وتكرارا، وجاء الدور على محمد سالم هذه المرة، إلا أن القائم كان بالمرصاد. وكانت الفرحة لمشجعي الفريق المضيف بوصول فريقهم للنقطة 12، وظهر مدرب الفتح دونيس مواسيا نظيره ماريو سوموديكا الذي خسر المعركة التي فاز بها الفتح بعشرة لاعبين. لاحقا في العرض نقدم ملخصا للبداية الحاسمة للموسم، ولكن دعونا نستعرض أولا عالم وسائل التواصل. دعونا نتوقف مع القصص المثيرة خارج الملعب في فقرة بعيدا عن الدوري. اختلفت الأشياء كثيرا في الماضي عما هي عليه اليوم، لكن يمكنك السفر لبلاد أخرى بذكرياتك. احتفل عبدالله المعيوف بتجديد عقده مع الهلال. فيما يتعلق بالبلدان الأخرى، يتذكر هتان باهبري لاعب الشباب رحلته إلى لندن والوقت الذي قضاه في البحر الأبيض المتوسط. نشر حارس مرمى نادي الوحدة منير محمدي بعض مقاطع الفيديو لحفل كولد بلاي الذي حضره قبل بضعة أشهر. حان الوقت لاستكشاف الكثبان الرملية أو الطهي أو بعض الموسيقى. يتم تخزين كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي. قدم الخليج التهاني الحارة لزوجة لوكاس سوزا بمناسبة عيد ميلادها. عناق حار بين عبد الإله العمري ووالده. قام مدرب الرائد ماريو سوموديكا بدخول مثير وتذكير بتوخي الحذر. قبيل انطلاقة المباراة الجمهور عدة سلامات. هذا كل ما لدينا في فقرة بعيدا عن الدوري، نافذتنا على عالم دوري روشن السعودي بعد صافرة النهاية، ونعود الآن إلى إثارة الجولة الثامنة. مثل الطائي قصة نجاح مفاجئة في الموسم الماضي، ويحتل مركزا متقدما هذا الموسم مع الكبار. واستقبل الهلال حامل اللقب الذي يتأخر عن مضيفه بفارق نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات مخيبة للأمال، مما جعل الفريق يتراجع في الترتيب. انطلاقة، لعب الكرة خلف المدافعين إلى ميشيل ديلغادو، إيغالو، تشير إلى الزعيم. واصلة عنده يونسو، يونسو للمعيوف، معيوف مرر كرة خاطئة، تمريرة بالخلف، مسعود عبد الحميد راحت إلى كاريو، وكاريو أرضية، جول. كرة واصلة في الطرف الأيمن، الأرضية لمنطقة الجزاء، وأمبنزا، جول! أمبنزا الطائي ثار واستثار مع المدرج. موسونا حاول في كرة، موسونا عنده
موسونا ترجع الكرة للطائي، المحاولة للتسديد، المرور، التمرير على اليسار، العرض الجا أبعد الكرة كلها حاضر معها براقة. أوه إلا هذه إلا هنا مباراة انتهت في 5-3 منها للهلال، ينتصر بها على الطائي لسجل هدفين في هذا اللقاء. الهلال فاز في المباراة والطائي فاز باحترام الجميع. سجل النصر المتألق 7 أهداف في آخر مباراتين ويحتل المركز الثاني، عندما استقبل الفيحاء الذي يمر بأوقات صعبة ويملك الضيوف 2 فقط في رصيده، ويمر بسلسلة الخسارة في 3 مباريات متتالية. هذه الاستلام داخل منطقة الجزاء، محاولة عند المبكر، محاولة وحاول تسديد، الله جميلة جدا. يلعب الكرة الطويلة العالية طالع حارس المرمى بندر ناصر، أبعد الكرة راحت مرة ثانية، محاولة هذه داخل منطقة الجزاء، عالي بالرأس، عدت خطيرة 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 يا سامي النجعي. محاولة هذا رويز يحاول فيها من أمام المرمى، تسديد، الله غريب اخترى لويس كوستافو يبحث عن الطرف الأيمن، ما شاف حد، تصويب، الله يأمل مشجعي نادي الاتفاق في تحقيق الفوز الثاني على أرضهم هذا الموسم، لكن كان بانتظارهم اختبار التعاون المتألق وهو الوحش الجريح، حيث خسر آخر مبارياته في الدوري، ويحرض المضيف على تقديم عرض قوي يسعد به جماهيره. محاولة في الجانب الأيمن تعاونية، دخل الصندوق، نعم توقف، نعم سلام.
المتأخرين. في القمة احتفظ الشباب بالفارق الذي يفصله عن النصر فيما عاد الهلال إلى المركز الرابع. في الجانب الآخر من جدول الترتيب يختلف الباطن بفارق 3 نقاط عن العدالة صاحب المركز الرابع من أسفل الترتيب. في صدارة الهدافين استمر كارلوس جونيور في الصدارة، أصبح أندرسون تاليسكا خلفه على بعد هدف. خلال 8 مباريات من دوري روشن السعودي شهدت المباريات الكثير من الحماس والإثارة. دوري يمتلئ بالحماس، مهارة والتزام وتفاني ينتج عنها أهدافا رائعة وتصديات مذهلة بنفس القدر، وتوجد الرغبة في إسعاد الجماهير في كل الأوقات، شغف وإثارة بلا حدود. هذه المواجهة تشعر بأن هناك سيناريو آخر لهذه من الحارس إلى المرمى، هدف سجل الحارس مصطفى زغبة. مع الجماهير في المدرجات بمختلف ألوانهم. في وجود أشهر المدربين يمسكون بعصا الأوركسترا الفنية، أصبح المكان جاذبا لكل محبي اللعبة الجميلة. في الجولة 9 يلتقي الخليج والفيحاء، والفريقان يقبعان في المراكز المؤدية للهبوط، ويستقبل الرائد فريق النصر صاحب المركز الثاني، وهناك كلاسيكو الشباب صاحب الصدارة مع الاتحاد صاحب المركز الثالث، بينما يستضيف الهلال على ملعبه فريق الباطن. في الحلقة القادمة سيكون النجوم في أتم الجاهزية للسطوع مجددا بعد أول كأس عالم يقام في العالم العربي. انضموا إلينا للاستمتاع بأفضل أحداث عالم دوري روشن السعودي المليء بالإثارة. استعراض دوري روشن السعودي للموسم 2022-2023.